خط الظهر من اليمين للشمال حسام البدري، ماهر امام، مصطفى يونس، ربيع ياسين. خط الظهر مره ثانيه، حسام البدري، ماهر امام، مصطفى يونس، ربيع ياسين. حضراتكم شايفين على الشاشه الفريقين بينزلهم، بيتقدمهم طاقم الحكام الايطالي اللي بيحكم مباراه اليوم زي ما قلت لحضراتكم بقياده الحكم الدولي الايطالي منجالي. منجالي 49 سنه، مباراه دوليه الف وله 50 مباراه بين الانديه الدوليه في ايطاليا وخارج ايطاليا. الحكم الايطالي منجالي سبق انه حكم مباراتين للزمالك والاهلي، الاولى عام 74 والثانيه في موسم 78. النهارده بتعتبر المباراه الثالثه له في استاد القاهره بين نفس الفريقين الزمالك والاهلي، اما مساعداه فدي اول مره بيزوروا فيها مصر. طاقم الحكام وصل امس الساعه 5، يغادرنا ان شاء الله بالسلامه الى ايطاليا يوم الاحد. اخر مباراه فيه وكابتن الخطيب بيتقدم لحسن شحاته، روح رياضيه حقه. الخطيب نجم مصر بياخد حسن شحاته نجم مصر وبيتقدم لجمهور النادي الاهلي وبيتجه سويا الى جمهور نادي الزمالك. دي الروح الرياضيه اللي احنا عاوزينها تسود ملاعبنا عشان نسعد بابطالنا ونسعد بمثل هذه اللقاءات الكبيره. بيلعبها امام مين؟ حسن شحاته، بيعليها حسن شحاته، لعبها لورا، يا سلام، عادل عبد الواحد بدماغه وتطلع فوق العارضه. طاهر ابو زيد بياخدها مره ثانيه وبيمشي ورجله اليمين بيشوطها انما ضعيفه، توصل في ايد عادل مامور، لعبها لعلاء ميهوب، علاء ميهوب بيلعبها على طول طاهر بيلم بيشوطها بره القايم الشمال. ربيع ياسين لزكريا، طلع على طول حسام البدري، جامده فوق العارضه بره الملعب. ابو زيد بيمشي من 2 3 وبينقل على طول حسام البدري، برافو يا عادل، عادل مامور برافو، برافو يا عادل. اختار يرجعها لزكريا، بيلعبها عاليه برجله اليمين ويحطها، يا سلام، برافو يا عادل يا مامور، عادل مامور انقذ جول اكيد. بيلعبوا العرض، بياخدها، برافو يا عادل يا مامور. هاني تومسون بيقف جنب خط التماس، بتلعب على طول، يقطعها مجدي عبد الغني، توصل لمختار، مختار، مختار، مختار ماشي، بتلعب لزكريا، نصب رجل مين جامده، جول، الجول الاول للنادي الاهلي، جول، جول، الجول الاول للنادي الاهلي. زكريا ناصف بيلعب قنبله في الزاويه اليمين، بيجيب الجول الاول للنادي الاهلي وباقي حسب ساعتي انا. لعب على طول، يقطعها مجدي عبد الغني، توصل لمختار، مختار، مختار، مختار ماشي، تتلعب لزكريا، نصب رجل مين جامده، جول، الجول الاول للنادي الاهلي.